لا زراعة ولا ثروة حيوانية بعد اليوم، لأن ملوحة المياه تقتل البشر قبل النبات في قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة. المياه المالحة الواصلة لمنازل المواطنين زادت من معاناة أهالي القضاء، بالإضافة إلى تعرض الأطفال للأمراض الجلدية وهلاك الحيوانات. الماء المالي حس تقريبا صار أسبوعين، الماء الحنفية حال البحر، ماء مالح. الطفل تغسل جسمه حصف، هاي يؤدي إلى أمراض، بالإضافة إلى الشاطئ. مشروع محل سووا ذبوا عليه مليارات، ولهذا يومك شغله ما شغله. الماء المالح أذاننا كلش، يعني هاي أبو الخصيب وهو أبو الخير وهاي أذاننا الماء المالح كلش، وهذا مشروع محل الكبير صرفوا عليه مئات الألوف مليارات، لا استفادينا من عنده، لا يضخنا لا شيء، وعدنا حلال الله وكيلك، احنا ناس عايشين على الحلال أبو الخصيب وفلاليح وعلى الزراعة. الثروة الحيوانية انتهت عندنا، الزراعة انتهت، زين تحكي تعاتبنا تقول لنا ماكو. الأطفال والله الأجسام كلها محصفة، وتتغسل وجهك بالماء المالح ما تقدر. مشروع تحلية ماء محلة الذي افتتح مؤخرا لا يغطي كل مناطق القضاء بسبب تزايد نفوس قضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة واقترابه من نصف مليون نسمة. أما الحلول للخلاص من ملوحة المياه، أكدت الحكومة المحلية حاجتها لإنشاء مشروع ماء الفاو الكبير. هو مشروع ماء محلة، اللي هو تحلية ماء محلة نسميه احنا، اللي هو بطاقة 3000 متر مكعب على الساعة في نفس القضاء، لكن مشكلته هذا أنه لا يسع لكل القضاء، وإنما هناك بعض المناطق تعتبر مناطق محرومة. الحل الجذري والأساسي هو أن نذهب إلى مشروع ماء الفاو الكبير، اللي يمكن أتحدث أكثر من مرة عليه بأن إحنا البصرة هي عبارة عن دولة خليجية، حال دول الخليج، منطقة خليجية، محافظة خليجية، فإذا يجب أن نعتبر كما هو في الخليج، أن نذهب إلى إنشاء هذا المشروع على البحر. وتعاني أغلب مناطق المحافظة من ملوحة ماء الإسالة الواصل للمواطنين بسبب ارتفاع نسبة الأملاح بشط العرب وقلة الأطلاقات المائية. للتغيير يونس الرباعي، البصرة.